اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ كريم سعيد. الاستاذ كريم سعيد، ازيك يا استاذ؟ ازيك يا تسلم، عامل ايه؟ الحمد لله. شعرك النهارده مظبطينه عن كل مره. ما انا ظبطت شعري وسمعتك بقى وكمان انت قبل الفاصل دوست جاي. ما دوستش والله، ما قلت حاجه. انا مش بقول الحقيقه ولا انا بقول لا ولا انا بهزر؟ لا ما بهزرش والله. انت متخيل؟ انت شفت؟ بس انا ساعات يعني بحس ان انا مزوق، بس فعلا بلاقي الناس بتقول لي لا. انت مش قريت الحوار بتاع؟ طبعا بصراحه يعني هو انفراد قوي جدا لزملائنا في اليوم السابع، بس الحوار مميت من الضحك بصراحه. قال بس اقول لك ايه، هي كده كده وماشي. يعني ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. منور. ده نور حضرتك. انت منيمل لك شعرك النهارده، مش زي كريم. هو عشان هو المره فاتت كان زعلان شويه، فانا خدت منه خدت منه المره دي. مزودها انا شويه مع كابتن عصام ولا انت شايف ايه؟ لا طبعا، يعني احنا حضرتك دايما بتتكلم في احنا بنطالب، احنا اي حد في قناه الاهلي او اي في اغلب القنوات يعني بيطلع يتكلم بيبقى داعم للتحكيم. وهنا النقد، في حاجه اسمها نقد بناء، انت بتنقد الحكام عشان تبقى احسن. صحيح بنشوف اخطاء، بس في بعض الاخطاء بصراحه بالذات في الجوله دي اخطاء غريبه. يعني مباراه المصري خطا كبير من كابتن محمود البنا بصراحه، يعني هو خطا بالفعل يعني يا كريم الدو احمد. يعني كل خبراء التحكيم صح. كابتن انا سمعت كله، كابتن سمير عثمان، كابتن جمال الغندور، حتى كابتن جهاد جريشه، كابتن كله ما عدا كابتن عصام عبد الفتاح اللي شايفها مش خطا. والربط هي دي، انت عارف ان دي مشكلتي. والربط خد القرار ان الماتش هيتعاد. انت انا شايف ان مشكلتي في كده، ان كابتن عصام بيطلع يدافع عن حاجه انا متاكد وواثق مليون في المية إن وعارف هي صح. مليون في المية إن هو عارف إن هي غلط. لا ما هو واضح يا كابتن سامي. بص كابتن، واضح جدا جدا كابتن سامي فتح دلوقتي خد الترند بتاع بيقول الحكام يا جماعة خلي بالكم أنا أخوكم الكبير، أنا أكتر واحد هدافع عنكم. السؤال هنا، هل ده أو السياسة بتاعت كابتن عصام بيعملها بكل أمانة لمجرد الاحتفاظ بثقة الحكام، فبالتالي هم يطالبوا إن هو يستمر في رئاسة لجنة الحكام عشان ما نخشش في كل سنة؟ احنا كل موسم رئيس لجنة الحكام بيتغير، كل موسم رئيس لجنة الحكام بيتغير. وايه؟ كل ده اللي بيحصل. الزملاء اللي هم اعتزلوا بيمسكوا اللي قاعد في اللي قاعد على الكرسي ينتقدوا عشان يطلعوا له اخطاء عشان هم يجوا تاني بعد كده. فالسؤال هنا، هل الكابتن سعد فتاح هيظل يدافع عن اي شيء؟ بامانه الخطا واضح، كابتن محمود البنا طرد حمودي جوه الملعب زي واضح بالظبط، نفس الخطا بالظبط يا احمد اللي هو موضوع الاحتواء وكابتن محمد عادل. ما كانش عندنا مشكله على فكره، والدنيا كانت ماشيه ايه في اللطيف. أيوه. كنا بنقول ان هناك صح. اخطاء وبتاع صح، بس صح الحمد لله كسبنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن ان انا اطلع ادافع عن خلى الدنيا كلها تعمل عليه صح. هقول لحضرتك على حاجه بالنسبه للعبه حمودي دي، هو حمودي اخذ الانذار ليه؟ حاجه من الاثنين، يعترض يا يتخانق مع اللعيب الخارج اللعيب الفريق المنافس، وبالتالي الفعل حصل جوه الملعب. يعني ده انذار المفروض يبقى انذار تاني وعلى طول كارت احمر. يعني اتخانق ايه؟ الانذار كان عشان هو بيتاخر ان هو يخرج. ماشي، ما هو حاجه من الاثنين، يا تضيع وقت وكان في كان فيها خناقه، لان هو في لعيب تاني اخذ انذار، ففيها شك. حاجه من الاثنين، لو حتى لو حاجه من الاثنين الفعل حصل جوه الملعب. أيوة. يعني هو قصده يعني في الاخر، يعني في الاخر سواء دي او دي الفعل جوه الملعب، يعني مش فارق. وبعد خبر اليوم السابع خلاص الموضوع مات. يعني هنتناقش فيه يعني في كمان ماتش المحله. تعالى ماتش المحله ده، في المهاجم فادي فريد بتاع البنك الاهلي واخد انذار في لعبه لمسه يد واضحه، عامل الكره كده بايده ما خدش انذار تاني، وبعد كده راح مدرب البنك الاهلي مغيره كابتن خالد جلال. في اخطاء تحكيميه كتيره جدا يعني، لكن نتمنى ان الاخطاء دي يعني تتعالج في الفتره الجايه يعني. لانها اخطاء غير، بس زي ما كابتن اسلام قال، مشكله كابتن عصام عبد الفتاح عدم الاعتراف بالخطا. عارف انا هعمل ايه؟ يعني انت بتقول حاجه غلط على الهواء، ما هو انا يا اما هسكت لكن مش هطلع دافع عنها. صح صح صح, صح. يعني مش هطلع اقول لك يا كريم انت صح وانت 100 100. هقول لحضرتك على حاجه، ممكن كابتن عصام يطلع يقول يا جماعه اصبروا علينا، عندنا حكام صغيره، الاخطاء دي موجوده. يعني مثلا ماتش ليفربول الاخير كان في خطا تحكيمي في مباراه توتنهام، المباراه اللي قبلها ليفربول، في اخطاء موجوده في كل دول العالم، فنصبر. اهم حاجه ان مفيش نيه من حكم ان هو يزف، وده على فكره لا احنا وده معترفين وده بيه. وده الصح. فده يعني ده المفروض يبقى ده التصريح، يعني مش انا اطلع اقول لا. يعني مثلا ضربه جزاء يوم الزمالك وسيراميك، لا اصل ضربه الجزاء ايه؟ مش ضربه جزاء. طب يا جماعه كل الحكام وكل الناس شايفه ان هي ضربه جزاء، هو الوحيد اللي شايفها؟ يعني حاجه غريبه. هي دي المشكله، انا المشكله مش بالنسبه لي في الحدث نفسه، الحدث
نقدر ناخده في سكه ان احنا يا جماعه والله لا وعندنا حكام كويس، ودي حقيقه صح، ودي حقيقه بالفعل. انا مش باخد في حكام كويسين جدا طبعا. اللي انا اقصده ان كابتن عصام صعب ان حضرتك بتطلع تدافع عن خطا مصر كلها شايفه ان هو خطا معانا حضرتك بس، يعني دي المشكله الكبيره اللي بالنسبه لي. خلينا في مباراه